احلى واجمل تحيه صباحيه كنتمناوها لكل مستمعات لاله مولاتي فين ما كنتم داخل خارج المغرب. نتمنى لكم صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو ومن خلال برنامج المراه بامتياز لاله مولاتي. اليوم من خلال شهوات لاله مولاتي فغادي نعاود نقترح عليكم شهوات اللي كان قدمت لنا سكينه البارح ونزل عن طلب كثير من السيدات. فغادي نعاود كرواسه مقليه والكريم كراميل بلا فران وكذلك العجين ديال المملحات. غادي نمشيو نتعرفوا في المسابقات اليوميه شكون الفائزات معنا اليوم واللي دازوا مباشره لسحب القرعه الفوز ان شاء الله بهدايا من ذهب. واكيد غادي تكون حاضره معنا الدكتوره اميه بن كيران طبيبه متخصصه في علاج امراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريديه. اليوم موضوعنا غادي يكون حول الالتهاب الوريدي وتاثير على الدوالي لفاغيس. يمكن لكم تواصلوا معنا ومع الدكتوره الى عندكم اي تساؤلات طبيه تواصلوا معنا ابتداء من 11 ل 12 على 0522880006 6162. دابا غادي توقفوا مستمعينا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا لاولى فقرتنا شهوات لاله مولاتي. نجد الترحاب وتحية صباحية لكل مستمعينا الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة. وغادي نمشيو للاقتراحات اللي غادي نوجد لكم اليوم واللي هما ديال سكينة اللي داز معنا البارح ونوصل عن طلب كثير من المستمعات. وسعيدة جدا لأنه بزاف ديال المستمعات تبارك الله جربوا هذه الاقتراحات وبعثوا لي بالصور خاصة يعني ديك الكرواسة مقلية بالشوكولاتة. وكيف ما قلت البارح راه الحلقة راه كاينه في موقع لاله بلوس بوام ا في حلقات لاله مولاتي. وكذلك بالنسبه للاقتراحات مكتوبين بالمقادير بالطريقه يعني وبالصوره ديال الشكل النهائي ديال هاد الشيوات اللي قدمت لنا سكينه. راه بزاف المستمعات دخلوا للصفحه ديال الفيسبوك لاله مولاتي ولقاو هاد الاقتراحات. فنتمنى انه اللي مازال ما دخلش يدخل يعني الصفحه ديال الفيسبوك. راه كيف ما قلت البارح في الفيسبوك اللي بغى يكتبها مباشره في فيسبوك راه غادي يكتب لاله مولاتي بالعربيه حداها لاله مولاتي بالفرنسيه. راه غادي يلقاو يعني الصوره ديالي فيها سناء كيناني برنامج لاله مولاتي مع سناء كيناني. وكذلك راه اللون ديال اللوغو ديال لاله مولاتي بالفوشيا يعني بالغوص فوشيا. بزاف ديال المستمعات صيفطوا لي يعني صوروه وصيفطوا لي في الواتساب وفعلا راه هو هذاك الصفحه ديال الفيسبوك الرسميه ديالنا. واللي دخل كيعرف يعني موقع لاله بلوس بو ام ا راه كيف ما قلت راه كاين الرمز اف يعني الرمز ديال الفيسبوك. غادي تورقوا عليه غيديكم نيشان الصفحه ديال الفيسبوك ديال برنامج لاله مولاتي التابعه لميد راديو. غادي نبداو باول اقتراح واللي هو كرواسه مقليه في المقادير ديال العجين فيها نص كيلو ديال الطحين فورس، ثلاثة المعالق كبار ديال الزبدة رطبة واخدة درجة الحرارة ديال المطبخ، قشور ديال الليمونة محكوكة، عصير ديال الليمونة، ثلاثة المعالق كبار ديال السنيدة، بيضة وحدة، كيس واحد من الفاني، خميرة حمراء ديال الحلوة وحدة، شوية من يعني معلقة ديال الخميرة المعجونة ديال الخبز، وغادي نعجنوها بالحليب دافي وما غاديش نكثروا بزاف. فهادو هما المقادير ديال كرواسة مقلية. قلنا غادي نحتاجو فيها نص كيلو ديال الفورس، ثلاثة المعالق كبار ديال الزبدة رطبة واخدة درجة الحرارة ديال المطبخ، قشور ديال الليمونة محكوكة، عصير ديال الليمونة، ثلاثة المعالق كبار ديال السنيدة، بيضة وحدة، كيس واحد من الفاني، خميرة حمراء ديال الحلوة، معلقة ديال الخميرة المعجونة ديال الخبز، والحليب دافي. يعني بالطريقة العادية كنخلطوا هاد المقادير يعني في واحد الاناء غارق ولا قصريه صغيره. غادي نديروا نص كيلو ديال الطحين فورس مغرب المزيان يكون من النوع الجيد، نديروا ثلاثه المعالق كبار ديال الزبده رطبه، نديروا قشور ليمونه محكوكه، نديروا عصير ديال الليمونه، نديروا ثلاثه المعالق كبار ديال السنيده، بيضه وحده، ساشي ديال الفاني، معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، وخماره حمراء ديال الحلوه يعني بجوج، وغنخلطوا. ومن بعد غادي نعجنوها بالحليب دافي، يعني ما نكثروش الحليب دافي، يعني نخليو هاد المقادير حتى تخلط مزيان مع بعضياتهم. داك عصير الليمون سائل يعني البيضه كذلك سائله، فحتى نخلطوا كذلك حتى الزبده راه كترمل لينا العجين. فملي نبداو نخلطوا حتى يتخلط هاد المقادير مع بعضياتهم مزيان عاد نبقاو نضيفوا شويه ديال الحليب دافي شويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه. مجرد ما تجمع لينا العجينه صافي ما نبقاوش نضيفوا الحليب باش ما تجيناش جاريه وغنضطروا اننا نزيدوا الطحين. فمن الاحسن ضبطوا يعني المقادير كيف ما هما، نبقاو نزيدوا الحليب دافي شويه بشويه عندنا ميزاننا. وضروري انه تنخلطوا دوك المقادير في الاول مزيان مع داك الطحين باش نشوفوا القياس ديالنا اللي غادي نزيدوا ديال الحليب دافي. ملي نبقاو نزيدوا الحليب دافي شويه بشويه صافي غتجمع لينا العجينه. العجينه خصها تكون يعني مرخوفه رطبه،
فملي صافي جمعنا العجينه وتكون مرخوفه رطبه، ديك الساعه كندلكوها مزيان، وراه ساهله في الدليك ديالها لانه فيها مقادير كترطب العجينه. فدغيا غادي ندلكوها، دغيا غدلك لينا ومن بعد غادي نخليوها كتخمر. ملي تخمر لينا مزيان صافي ديك الساعه غادي ناخدوها وغادي نورقوها بالمدلك على شكل مستطيل يعني فوق البوطاجير، وغادي نقطعوها على شكل مثلثات ونستعنوا بهذيك القطعه ديال البيتزا لانه كتقطعها لنا مزيان وما كتجرش لينا. ماشي بحال مثلا الموس، الموس مثلا ملي كنقطعو على شكل مثلثات كيقدر مثلا يجر لينا داك الشكل ديال المثلث ويعوج لينا. فديك القطعه ديال البيتزا اللي كنقطعو بها البيتزا كتسهل، وديك الساعه لكم الاختيار. فملي كنورقوا العجينه بالمدلك على شكل مستطيل ديك الساعه كنحاولوا العجينه كامله كنديروها على شكل مثلثات كيف ما قلت، نستعنوا بديك القطعه ديال البيتزا ولا ما كانش نقطعوها بالطريقه العاديه في السكين ونبقاو غاديين حتى نحصلوا على مثلثات كاملين في هذيك العجينه. غادي ناخذوا طريف ديال الشوكولات اولا داك الشوكولات سيجار الخاص بكرواسة اولا الشوكولات العادي، غادي نقطعوه على شكل طولي شويه باش يجي على الطوله ديال القناه ديال العجينه ديك الكرواسة. وديك الساعه غادي ناخذوا قطعه وغادي نعمروا هاد المثلثات بالشوكولات، يعني غادي نمشيو لهذوك جوج قنات لانه المثلث كيكونوا فيه ثلاثه ديال القنات، جوج مع بعضياتهم وواحد مقنت الفوق. فغادي نديروا طريف ديال الشوكولات لتحت في هذوك جوج قنات، وديك الساعه غادي نبقاو نروليو نبقاو نروليو بالطريقه العاديه نبقاو نروليو حتى نوصلوا لهذاك القنت اللي بوحدو، ونحاولوا على انه كيف منين نعمروا بالشوكولات غادي نلويوهم وغادي ندهنوا جنب شويه ديال الماء، هذاك الجنب ديال القنت بوحدو غادي ندهنوه بشويه ديال الماء باش ملي نبقاو غاديين بهذاك الشوكولات اللي عمرنا على دوك جوج قنات نبقاو غاديين وحنا كندورو فيه بحال السيجار وحنا غاديين حتى نوصلوا للقنت الواحد اللي بوحدو ملصق فيه شويه ديال الماء، ومباشره غادي يلصق هذاك العجين مع هذاك الماء اللي درنا. ملي غادي نبقاو غاديين حتى نكملوا فكنحصلوا على حريبلات اللي هما طوال ديال الكرواسة وفيهم واحد اللويات هكا ديال الكرواسة كيف كتباع. وديك الساعه كنحاولوا يعني لكم اختيار كاين اللي تيبغي يقوسها شويه باش كتجي على شكل هلاليه، وممكن انه نخليوها كيف ما هي طويله فملي كتخمر ونخليوها تخمر يعني نديرو ستوها في لاطه الفران ونخليوها تتخمر مزيان المره الثانيه. ملي تخمر لينا راه كتنفخ وكيولي الشكل ديال الكرواسه بهذوك التنيات اللي تيكونوا فيها، ومباشره كنديروا زيت سخونه، ومن بعد ملي كنديروا زيت سخونه كنقصوا العافيه وكنخليو هاد الكرواسه كنقليوها في الزيت، ومن بعد يعني ملي كنهزوها من هذاك الزيت كنخليوها كتنشف وهي نهائيا يعني ما كتشربش الزيت نهائيا. ومباشره يعني كنغبروا عليها شويه ديال السكر كلاسي، هذا كيبقى اختياري. فهذه هي الطريقه، وتبارك الله بزاف ديال المستمعات جربوها البارح وفي الكوتي فبصحتهم، بعثوا لي بصور الله يعطيهم الصحه، يعني وصلتهم الفكره وطبقوها، راه كتجي زوينه كتجي مقرمشه وكتجي مرقه من الداخل ومع داك الشوكولات اللي كيدوب عليها. وديك الساعه نتوما ديروا الاضافات اللي بغيتوا، راه ممكن يعني ديروا بزاف ديال الحويجات اللي تيبغوا الوليدات يعني كحشوه. والطريقه ديالها سهله ديال هاد العجين. فنتمنى تكون وصلتكم الفكره ديال هاد الكرواسه مقليه. غادي نمشيو للكريم كراميل يعني بلا فران، وكذلك غادي نتعرفوا على العجين ديال المملحات من بعد هاد الفاصل الغنائي. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقرتنا المتنوعه، و يعني غادي نمشيو مباشره لثاني اقتراح واللي هو العجين ديال البيتزا او العجين ديال المملحات، يعني عجين اللي ممكن اننا نستعملوه بزاف ديال الاستعمالات، الطريقه ديالو سهله. وكذلك غادي نتعرفوا على حلويات ديال دوازاتي اللي غادي تقدم لنا من بعد لحظات المستمعه نمير فاطمه زهره. فغادي نمشيو للاقتراح ديال العجين ديال البيتزا اللي كانت عطاتنا البارح المستمعه سكينه. ففي المقادير باش نوجدوا هاد يعني باش نوجدوا يعني هاد الاقتراح، فكيف ما قلنا هاد العجين فراه هو ساهل طريقه التحضير ديالو، وممكن على انكم تستعملوه بزاف ديال الاستعمالات. يعني البارح سكينه عطاتنا هاد العجين واستعملته هي في البيتزا، راه ممكن على انكم تستعملوه في العديد من المملحات اللي بغيتو، ويعني كيجي ساهل في المقادير وفي التحضير ديالو وهشيش في نفس الوقت. فنتمنى انكم تكونوا في الاستماع لانه عطينا البارح وبزاف ديال المستمعات يعني مازال ما سجلوش، فغادي نعاودوه. غادي نحتاجو في المقادير نص كيلو ديال دقيق الفورس، نص كاس ديال الزيت البلديه زيت الزيتون، الخميره الفوريه يعني الخميره المعجونه ديال الخبز، غادي نحتاجو شويه ديال السنيده، شويه ديال الملحه، خماره حمراء ديال الحلوه، واحد ياغورت مسوس، وغادي نحتاجو المدافي باش نعجنو العجين.
غادي نعاود بالنسبه لهاد العجين السحري لجميع المملحات. غادي نحتاجو في المقادير باش نوجدوه نص كيلو ديال يعني الطحين فورس، نص كاس ديال زيت الزيتون، شويه من الخميره الفوريه الخميره المعجونه ديال الخبز، شويه من السنيده، شويه من الملحه، خماره حمراء ديال الحلوه، واحد ياغورت مسوس، وغادي نعجنو بالمدافي. فغادي نعجنو بالمدافي بطريقه العاديه، يعني نخلطو داك الطحين مع نص كاس ديال زيت البلديه مع شويه الخميره المعجونه ديال الخبز، شويه ديال السنيده، شويه ديال الملحه، نزيدو خماره حمراء ديال الحلوه، نزيدو ياغورت مسوس، وغادي نخلطو هاد المقادير مع بعضياتهم، غادي نعجنوها بالمدافي بطريقه العاديه. ملي تعجلنا بالمدافي عاد ديك الساعه هاد العجين كندهنوه بشويه ديال الزيت، وكنعاودو نخليوه يرتاح واحد ربع ساعه 15 دقيقه، وكنخدموا به اللي بغينا. كيف ممكن انه اللي ما عندوش ياغورت مسوس يعوضوا بكاس ديال البن بلدي، نص كاس ديال البن بلدي عفوا، يعني نص كاس ديال البن بلدي غادي يعوض لينا هذاك ياغورت مسوس. فمره مثلا حضر ليكم مثلا عندكم البن البلدي العادي غادي ديروا نص كاس منه عوض ياغورت مسوس، عندكم ياغورت مسوس يعني غادي كيعوض لكم هذاك نص كاس ديال البن بلدي. فمن بعد يعني هاد العجين ملي كنخليوهم اللي دهناه بالزيت وخليناه كيرتاح 15 دقيقه، لكم الاختيار، ممكن انكم ديروا بيتزا صغيرين او لا بيتزا كبيره، ممكن ديروا مملحات لي فولو، يعني اقتراحات كثيره. يعني اي حاجه بعجين مالحه، يعني اي حاجه كتخدم مالحه بالعجين مالح راه ديروا فيه هاد العجين اللي هو ساهل في التحضير ديالو. وكيف ممكن انكم ديروا يعني البيتزا اللي كانت قدمت لينا البارح. بالنسبه للكريم كراميل اللي غادي نختموا به الاقتراحات ديال سكينه واللي بلا فران، غادي نحتاجوا فيه ديسير يعني ولا تحليه، غادي نحتاجوا فيه بيضه، جوج المعالق ديال حليب بودره يعني الحليب مجفف غبره، جوج المعالق كبار ديال السنيده، واحد فلون من نكهه البنان، سيترو ديال الحليب. قلنا في الكريم كراميل بلا فران غادي نحتاجوا بيضه وحده، جوج المعالق ديال الحليب غبره، جوج المعالق كبار ديال السكر سنيده، فلون بالمذاق ولا بنكهه البنان، ونسيترو ديال الحليب. ففي كسرونه غادي نديرو داك نسيترو ديال الحليب مع جوج معلقات كبار ديال السنيده، وغادي نزيدو عليهم جوج معالق كبار ديال الحليب المجفف يعني الحليب غبره حليب بودره، وغادي نزيدو هذاك الساشي ديال الفلون بنكهه البنان، وغادي نحركو مزيان، نحركو وغادي نزيدو بيضه، وغادي نخليو فوق العافيه مهيله حتى يبدا يغلي لينا هذاك الخليط. وقبل غادي ناخذ كاس صغير ديال السكر سنيده وغادي نديروه كراميل، يعني راه معروف الطريقه، كنديروا سنيده وكنخليوها حتى كدوب لينا بلا ما نحركوها، وكنشوفوا على انه طلقات يعني داك المذهبي يعني داك اللون ديال الكراميل، وكنخويو في المول. وكيف ما عطيت واحد الطريقه هو انه ممكن اننا ناخذ مثلا هذاك القالب ديال الكيك اللي حنا كنديروا فيه واللي كنديروا فيه مثلا يعني الكيك، وغادي ناخذ مثلا درنا القالب ديال الكيك داك الطويل المستطيل، راه ممكن ان نرشو بسنيده يعني لتحت ديالو نرشو بسنيده، ونمشيو جهه البوطه فين كاين دوك العين اللي كنشعلوا بها العافيه، وما غاديش نحطوا هذاك القالب مباشره، غادي نهزوا وغادي نخليو هذاك الفلام ديال العافيه يعني كتسخن هذاك التحت ديال القالب ديال الكيك، وكيدي يذوب لينا السنيده بسهوله. الا ما بغيناش نكثروا المعن يعني فمباشره نرشوا سنيده في القالب ونحطوها فوق العين ديال العافيه، ولكن ما نحطوهاش حتى يتحرق لينا داك التحت ديال القالب، لا، يعني غادي نشعلوا العافيه وغادي نخليو غير هذاك يعني يعني داك العافيه داك السخونيه ديالها، وكنهزوها يعني ما كنحطوش هذاك القالب على العين ديال العافيه، وانما كنخليو مسافه ما بينها وما بين العافيه، وكنخليو هذاك القالب راه كيوصلوا داك الصه ديال ديك السخونيه ديال البوطه، وكيذوب لنا هذيك السنيده بسهوله، وحنا كنبقاو نحركوا داك القالب ديال الكيك من اليمين واليسار حتى كنشوفوا ديك السنيده كلها ذابت. هذه في حاله الا ما بغيناش ناخذوا مثلا مقله وندوبوا فيها داك كراميل سنيده يعني تتولي كراميل، وعاد نخويوها في المول، يعني مباشره نديروا هذه الطريقه، وديك الساعه داك الفلون خليناه كيغلي، وكنخويو هذا الخليط ديال الكريم كراميل اللي حنا صايبنا فوق العافيه، ومن بعد كنخويو على داك الكراميل ديال السنيده اللي صايبنا، وكندخلوه الثلاجه 3 ديال الساعات حتى كيبرد لينا مزيان، وكنزينوه. عندنا مثلا غادي درناه في اي قالب اللي كياخذ الشكل يعني حتى كيبرد مزيان، كنقلبوه بالطريقه العاديه وداك الكراميل كيسيح عليه من الفوق، وممكن اننا نزينوه باي فواكه عندنا، نديرو شويه ديال الفواكه في الجوانب، ممكن على انه نديرو يعني الكريم شونتي على شكل وريدات يعني في الجناب ديال هاد الكريم كراميل، فكيجي زوين كيجي سهل. فهادو هما الاقتراحات ديال سكينه، ونتمنى ان المستمعات اللي طلبوهم يعني البارح يكونوا في الاستماع.
غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشرة باش نتواصلوا مع المستمعة نمير فاطمة الزهرة واللي غادي تقدم لنا اقتراحات مميزة جدا، وكذلك غادي نعرفوا شكون المستمعات اللي ربحوا معنا في المسابقة. وما تنساوش على انه ابتداء من 11 هتكون حاضرة معنا الدكتورة أمنية بن كيران، طبيبة متخصصة في علاج أمراض الشرايين الدوالي والدوالي الواردية. اليوم غادي نتكلموا على لافليبيت، الالتهاب الواردي وتأثيره على الدوالي لي فاغيس. ويمكن لكم تواصلوا مع الدكتورة اللي عندكم أي تساؤلات طبية، تواصلوا معنا ابتداء من 11 ل 12 على 0522 88 00 60 61 62. إذا تفضل هدى ناخذوا الاقتراح الأول اللي هو غريبة إن شاء الله واللي مناسبة هكا لذكرى المولد النبوي الشريف، المستمعات يجربوها. ان شاء الله عندنا 125 غرام ديال الزبده، اي زبده ديال العبار او ديال البواطه ماشي مشكل. واخا عندنا قبصه ملح، فاني ديال ايديال، كاس الا ربع سكر او نصف كاس، وكاس زيت، ثلاثه الملاعق كبار ديال ياغورت طبيعي، وعندنا خماره ديال ايديال، وعندنا الدقيق حسب الخليط. ايه واخا. وبالنسبه للحشو الداخل يعني واحد الكاس ديال اللوز مقلي، وللتزيين عندنا الشوكولات الذائب واللوز كومكاسي يعني محمر في الفرن. ايه. بالنسبه للطريقه كنخلطوا الزبده مع السنيده مع الفاني، كنخدموهم مزيان، كنضيفوا قبصه ديال الملح وكنضيفوا داك الكاس ديال الزيت وثلاثه الملاعق ديال الياغورت، تنخلطوا هادشي مزيان وكنجمعوا بالفورس يعني حسب الخليط، الجمع ما تكونش قاصحه. ايه واخا. صافي ونكوروها كويرات، ووسط كل كوره غادي نديروا لوزه مقليه يعني تكون الكويره متوسطه الحجم. صافي تطهى في الفرن عادي، تنطيبوها عادي حتى تطيب، وكنغطسوها في الشوكولاط ونوضعوا فوق شويه ديال اللوز محمر كومكاسي، هذا هو التزيين ديالها. إيه. يعني كتجي بنينه صراحه، وديك العبه ديك القرمشه ديالها رائعه. مزيان. الله يعطيك الصحه هدى. ايه غريبه. بارك الله فيك. تبارك الله عليك. مفهومه الطريقه؟ مفهومه، الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. نمشي للاقتراح الثاني. ايه. بالنسبه للمملحه هذه هي رائعه، يعني انا وليدات ديالي كتعجبهم بزاف. فيها 300 غرام ديال الفورس او ما يعادل ثلاثه الاكواب ديال العنبه ديال الدقيق، باش نسهلوا على المستمعات العبار، ثلاثه الاكواب ديال العنبه ديال الفورس، وعندنا 80 غرام ديال الزبده، اي ما يعادل معلقه تكون عامره مزيان ديال الزبده. ايه. وعندنا ملعقه صغيره ديال السنيده، وعندنا قبصه ديال الملح، وعندنا كاس صغير ديال الماء. هذه بالنسبه للعجينه، انا نعطيك بالمراحل. بالنسبه للعجينه كنوضعوا داك الكاس الصغير ديال الماء في واحد الكسروله، وكنزيدوا عليها ديك 80 غرام ديال الزبده حتى تذوب تماما، يكون الماء يعني غليان، كنكبوها على ديك الدقيق مع معلقه صغيره ديال السنيده ومع الملح، تنخلطوا بشي يعني ملعقه خشبيه لان تيكون الماء طايب. اييه ديال يعني ديك السخونه كنخلطوها، ما كندلكوها ما والو، فقط يعني كنجمعوها صافي، كنخليوها ترتاح. تندوزو دابا للحشو. تفضلي. بالنسبه للحشو عندنا صدر الدجاج او الديك الرومي، يعني واحد الكميه قليله ماشي بزاف، تنقطعو قطعه رقيقه. اييه. كان وعندنا الفطر معلب، داك الحك الصغير، وعندنا جزره مبشوره، وانا كنضيف ليها حتى القرعه لان وليداتي ما كياكلوش الخضر، تنضيف لهم حتى القرعه حتى هي محكوكه، وعندنا معلقه ديال المعدنوس، وعندنا ثوم غبره، ثوم. اي بودره. انا دابا نعطيك الطريقه والمقال. ايه ايه واخا. في نفس الوقت كنشحر داك القطح ديال الدجاج بوحديته مع شويه الزبده وشويه الملحه وشويه البزار والثومه غبره، الا كان في ما كانش يعني كنديروا فريه غير الثومه محكوك، كنشحروا مزيان هادو كنحطوها بوحديتها، كندوز الحشوه الاخرى، كنديروا جزره محكوكه مع ديك القرعه محكوكه حتى هي، كنزيدوا عليها الاضافه اللي كنضيف انا، كندير دامتي ديال النكهه ديال الحوت. ايه. وما نديروش الملح الا درنا دامتي ديال الحوت بلا ما ايه فعلا، حيت فارق العطريه كامله والملوحه. وكنديروا شويه الزبده وشويه الزيت
وكنديروا المعدنوس كنبقاو تنشحروها حتى تطيح هذيك الخضره. السير اللي عندي انا اللي كنضيفه من عندي دابا راه تبارك الله ما شاء الله دامتي خرجت لينا واحد الساشيه ديال البيشاميل، تندير انا ديك الغبره ديال البيشاميل مع واحد كاس صغير ديال الحليب معلقه كبيره من البيشاميل غبره ديال دامتي، يستحسن لو كانت بينك هات الجبن يعني كتضيف واحد الاضافه بنينه. تندير هاد البيشاميل كنخلطها تنجمع الخليط كامل كنجمعوا بهذا البيشاميل باش مني تنكونوا نعمروا يعني كتساعدنا هذيك البيشاميل مني كتبرد كتجمع كتجمع لينا الحشوه. اييه كنمشيو للعجينه كنسرحوها، انا عندي واحد الطريقه بدون ضياع الوقت بلا ما نديرها على شكل لي شوسون كنسرحها ما امكن مستطيل واحد دقيق. كنجيب الجراره كنقطعها مربعات متساويه يعني باش نضيعوا الوقت نبقاو نحيدوا في العجينه يعني مره واحده كنقطعوا مربعات كنوضعوا ديك الحشوه الوسط. كان عندنا الفرماج مرحبا ما كانش يعني كنستغنوا عليه ماشي مشكل صافي كندهنوا الجوانب فقط بالماء كنسدوها على شكل كيجينا بحال واحد السيجار طويل وكنسدوها بالفورشيت كتسد مزيان صافي وكنحطوها في الطاوه كندهنوها باصفر البيض وكندردر شويه البافو او زنجلان صافي وكتدخل الفرن يعني كتجي هائله صدقيني اختي سناء كتجي بنينه هاد الوصفه. لا هادشي ما فيه شك الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك يعني مناسبه لكوتي وبسطتي لنا الطريقه تبارك الله عليك هدى. الله يبارك فيك اختي سناء بارك الله فيك كنشكركم وتبارك الله ما شاء الله عليكم يعني كاملين كمذيعات كمذيعين للامام ان شاء الله. يا ربي امين. إذن مستمعنا غادي نمشي مباشرة للمستمعة الوفية جدا البرنامج نمير فاطم زهرة واللي موجدنا اقتراحات حلويات ساهلين خاصين يعني بالعيد واللي ممكن أنكم تحضروا إن شاء الله مع مناسبة ديال ذكرى المولد النبوي الشريف الله يدخل علينا وعليكم الصحة والسلامة. ألو فاطم زهرة. أهلا فاطم زهرة لاباس عليك؟ أش أخباركم؟ الله يبارك فيك شخبار الوليدات على خير؟ الحمد لله الحمد لله. سمحي لنا اليوم تعطلنا شوية باش نتواصلوا معك. كنعتذر منك مرحبا بك فاطمه زهره الله يبارك فيك. الله فيك صباح الخير عليكم صباح المستمعات. اليوم غنعطيو حلوات ديال العيد. اييه ساهلين واومين طون راقيين واخا ان شاء الله حنا نتبعو معك. غنبداو بالصابلي بخاليني. اييه هاد الحلوات راه واخا فيهم شويه ديال البخاليني ولا اللوز ولا هادي راه كلهم فيهم كيخرجوا كونتيتي كبيره وداك الشيء كيكون زوين. نبداو بالصابلي بخاليني. اييه عندنا 180 غرام ديال الزبده ديما طبعا على حراره المطبخ 150 غرام سكر كلاصي بيضه وحده والصفر ديال البيضه قريصه ديال الملح ومعلقه كبيره ديال البخاليني اللوز 80 غرام ديال اللوز محمر بقشوره ومطحون مزيان كنحاولوا نخدموا طبعا اكيد الزبده هي الاولى مع السكر كلاصي كنزيدوا اللي عارفين اننا الصابلي طبعا ما كيبغي لا دليك ما كيبغي الخدمه بزاف ما كيبغيش يسخن باش ما كيتبدلش ليه الفورمه ديالو في الفران. اييه كنخدموا هذا الشيء كله مزيان كنحاولوا نجمعوا غير بصباعنا الطحين راه ما كتحتاجش بزاف ديال الطحين تقريبا كتهز كيلو ولا ربع ديال الطحين. واخا ملي كنحصلوا على عجين الصابلي كنبداو نطبعوها بالطابع اللي بغينا على حسب الموديل اللي بغينا. المهم انا غنصيفط لك التصاور واخا التصاور حتى ديال الطابع باش اييه واخا كنطبعوها وكطيب. ملي كطيب هذا الصابلي راه كيكون اللون ديالو اصلا كراميليزي ذاك اللون مارون بني. اييه كطيب كنخليو الحليوه ديالنا حتى كتبرد كنغطسوها في الشوكولات الابيض وكنحطو فيها لوزه وكنخليوها حتى كتلصق ديك اللوزه وكنعاودو نشرطو بالشوكولا بلون الشوكولات الابيض عاوتاني. اييه باش تعطي داك المنظر. كيجي واحد المنظر زوين يعني حتى ديك اللوزه كتجي مشرطه بداك الشوكولا بلون كتجي زوينه. اييه صافي هادي هي اللوزه سهلة الله يعطيك الصحة نتمنى المستمعات توصلهم الفكرة. اييه هذه سهلة راه غنصيفط التصويرة واخا يكون أحسن باش نحطوها مع التسجيل ديالك. أكيد غنديروا وردة بالنوكا هذه سهلة والنوكا ديالها تاهي سهلة وبزاف. واخا غنديروا 200 غرام ديال الزبدة
مع 200 غرام ديال السكر البني الكاسوناد من شويه ديال الملح قريشه ديال الملح اكيد اي صابلي خصنا ندخل قريشه ديال الملح بيضه معلقه صغيره ديال القرفه ايه وكنحاولوا نجمعوها حتى هي بالطحين ديما بصبعان ديالنا كنخدموها ما كتسدلكش ما كتخدمش بالتف ديال اليد ديما بصبعان وكنطبعوا ديك الوريضات اللي بغينا كنطبعوا كتجي خصها تجي وريضه وخص تجي واحد الثقبه الوسط راه الطابع موجود وسهل راه غنصوروا حتى هو ايه واخا هذيك الثقبه الوسط هي اللي غنعمروها بهذ النوقه اللي غنصاوبوا حتى كنطبعوا الحلوه ديالنا ونحطوها في اللاطه اللي غطيت فيها عاد نصاوبوا النوقه كنديروا في كاسرونه 50 غرام ديال الزبده مع 50 غرام ديال الكاسوناد مع 50 غرام ديال الجلوكوز فوق النار كنخليهم حتى كيسيحوا وعلى خارج النار كنزيدوا 50 غرام ديال اللوز كونكاسي واخا هذه الكميه اللي عطيتك راه هي اللي غتخرج لينا هذا الصابلي اللي غيعطينا مقدار تبسيط زعما تبارك الله اييه غنهزوا غنطلقوا العجينه راه قلت لك ودرناها بالشكل ديال الورده مثقوبه من الوسط وقد الحمصه غنبقاو نهزوا بديك النوقه راه حيت غنبداو نتحكموا فيها راه غتولي بحال العجينه نيت اييه عادي ما غنخليوهاش طيب بزاف يعني غير كدوب الزبده مع الكاسوناد مع الكليكوز كنحيدوهم قلت لك خارج النار كنزيدوا اللوز كونكاس قد الحمصه كنبداو نحطوا في ديك الوسط ديال الوريضه وكندفعوها للفران كطيب على نار مهيله كدوب هذيك النوقه كتلصق مع لاباطا صابلي مع الوريضه ديالها يعني ملي كنخرجوها وكتبرد كتكون ديك النوقه ديجا لصقات في لاباطا صابلي وديك الساعه كيبقى الديكور على حسب الاختيار انا كنحط الراس ديالها في شويه في الشوكولا الكحله وهما غيشوفوا يقدروا يشرطوها يقدروا كتجي تاهي زوينه ديك لاباطا صابلي مقرمشه فيها بني ديال القرفه مع النوقه داك الزين ديال الوريض اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك فاطمه الزهراء الله يدي مرحبا نديرو غريبه بلا طياب يلا واخا 250 غرام ديال اللوز محمر بقشور ومطحون مطحون مزيان 250 غرام ديال الطحين محمر بحال اللي كنديرو في السلو و 250 غرام ديال بيسكوي مطحون داك اللي كيتباع ديال الكوك مع 250 غرام ديال الحليب المجفف حتى هو محمر راه كنحمروه في المقله غير كيتحمر حتى هو بنفس الطريقه راه غنحمروا حتى الطحين غير في مقله فوق البوطه على نار مهيله كنبقاو نحركوا فيه حتى كيتحمر كنديروا 30 غرام ديال الزبده دايبه مع حك ديال الحليب المحلى وشويه ديال العسل باش كنحاولوا نجمعوا ديك العجينه ديالنا كنحاولوا نجمعوها مزيان يعني الحك ديال الحليب كله وكنبقاو نزيدوا غير شويه ديال العسل اللي غتكون غتخصنا شي ثلاثه المعالق ولا اربعه واخا كتولي عندنا العجين متماسك شاد في راسو وكنشكلوا الغريبات كناخذوا واحد الطابع راه كيتباع ديال النحاس كنطبعوا به راه معروف حتى هو راه غنوريه لكم واخا هو اللي كنحطوا دوك كنصاوبوا دوك الكويرات ديالنا وكنبداو نطبعوهم بداك الطابع باش كيتزوقوا وكنديروا عقيقه الوسط حيت هي راه بلا طياب اييه اييه الا لاحظتي راه كلشي داكشي اللي فيها طايب فعلا كتجي لذيذه بزاف وراقيه يعني واخا هذه مزيانه يعني بلا طياب يعني نغيروا شويه وكتجي بنينه راه كيحماقوا على حتى الوليدات تبارك الله فعلا نعطيك البهله اييه تفضلي كيلو دو سورس قريصه ديال الملح 300 غرام سكر كلاصي كاس ديال الجنجلان محمر كاس ديال اللوز محمر ومطحون مهرمش يعني ماشي مطحون مزيان معلقه ديال البراليني وجوج كيسان ديال الزبده دايبه وجوج خنيشات ديال لافاني جوج كيسان ديال الزيت كنخدموا هذا الشيء مزيان وفي الاخير حيت غريبه البهله كتبغي الدليك فعلا في الاخير كنزيدوا ثلاثه ديال الخميرات ثلاثه ديال لي ساشي ديال الخميره وكنخلطوها مزيان ومن الافضل من الافضل تبقى واحد ساعتين حتى ثلاثه السوايع ترتاح عاد كنشكلوها ونطيبوها طبعا العافيه قليله من الفوق هو الاول عاد كنعاودوا نهبطوها لتحت يعني حتى كتبان لينا العافيه عاطيها من الفوق وكيبانوا لنا الشقات جاو مزيان عاد كنعاودوا نبدلوا ليها العافيه نديروها من التحت اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك بارك الله هادو يعني اختاريتي لنا حلويات اللي هما ساهلين تبارك الله عليك كيف قلتي منيضر عندهم ف
فان شاء الله تتبعتي لي فعلا بزاف وشي حاجه اللي كتختلف نديرو غريبه ديال الجنجلان اي نختمو بها واخا ان شاء الله كنديرو ربعه ديال الكوك ربعه ديال الجنجلان محمر ومطحون جوج معالق ديال الكاكاو نص كاس مخلط بين الشوكولات بيض والشوكولات كحل دايبين هذاك الشوكولات البيض والشوكولات الكحل كيعطي فيها واحد المذاق خطير واخا ربعه ديال البيضات جوج ديال الخميرات ربعه ديال السنيده كنخدموا هذا الشيء مزيان كنكونوا مغربلين السكر كلاصي ديالنا كنصاوبوا الكويرات وكنحاولوا ندوزوهم في السكر كلاصي وكنزلوها في اللاطه حتى هي كطيب بنفس الطياب هي حتى كتشقق حتى هي كتشقق كتجي لذيذه بزاف الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك راه باقي اشكال اخرين ولكن مره ان شاء الله الاسبوع المقبل باذن الله والله تنصدق معاك ونكملوا هاد الحلويات الله يعطيك الصحه ان شاء الله تبارك الله عليك فاطمه الزهراء شكرا لك بزاف بزاف الله يبارك فيك تتبعتي لي بالاقتراحات هكا بالصور باش واخا شكرا لك بزاف تحياتنا لك مشكوره جدا فاطمه الزهراء نمير على كل هاد الحلويات الخاصه يعني بدوزتي واللي هما ساهلين وكيف ما قالت راقيين في الشكل ديالهم نتمنى تكون وصلتكم هاد الافكار والمزيد من الحلويات ان شاء الله غدا غتكون حاضره يعني غتواصل معنا الاختصاصيه في الحلويات السيده خديجه مجدنا كذلك حلويات الاربعاء المقبل باذن الله غتكون معنا كذلك الشيف نعيمه ام عصام من اكادير مجدنا اقتراحات راقيه وغادي نزيدو نسقو مع نمير فاطمه الزهراء لانه ان شاء الله عندها العديد من الحلويات واللي نبغيكم انكم يعني تصيبوهم ولا تسجلوا المقادير والطريقه ديالهم اذا غادي نتوقفوا مع فاصل مستمعينا وغادي نرجعوا مباشره رفقه الدكتوره امنيه بن كيران طبيبه متخصصه في علاج امراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريديه اليوم كنتكلموا على الالتهاب الوريدي ورجعنا لكم مستمعينا وبحضور الدكتورة أمنية بن كيران طبيبة متخصصة في علاج أمراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريدية أهلا بك دكتورة أمنية أهلا وسهلا لبس عليك الله يبارك فيك الحمد لله على أختك اليوم غادي نتكلموا على الالتهاب الوريدي وتأثيره على الدوالي ليفاغيس ولكن قبل ما نتكلموا على تأثيره على ليفاغيس نبغيو أولا نفهموا لكل المستمعين اللي كيسمعونا اليوم شنو هو الالتهاب الوريدي شنو المفهوم الطبي ديالو بطبيعة الحال هذا الموضوع مهم لأن كتوافد في العيادة حالات كثيرة اللي تيكون عندهم هذا الالتهاب الوريدي أو ما يسمى بالفليبيت الفليبيت يعني أن الدم كيتجمد أو كيتخطر في العروقة باش نقولوا بالدارجة باش كل شيء المفهوم ديال يوصل لأي واحد هو الدم ملي كيتجمد العروقه الحاجه المهمه اللي خصنا نعرفوا هي ان خصنا نفرقوا ما بين جوج ديال الشكل ديال الفليبيت اللي هاد المساله مهمه ان نفرقوهم علاش لان ماشي نفس الشكل وماشي نفس العلاج وماشي سبب واحد شنو هما هاد الشكل كاين الفليبيت اللي كتسمى او تخطر الدم الفليبيت اللي كتسمى سطحيه او فليبيت سوبرفيسيال يعني الفليبيت او الدم اللي كيتجمد في لي فاريس شي واحد عنده لي فاريس وكبروا بزاف وكثروا بزاف وطالوا بزاف ومرضوا بزاف وكيدير عليهم هاد الفليبيت الدم كيتجمد فيهم وهذه من بين المضاعفات ديال لي فاريس داكشي علاش حنا دائما تنقولوا راه لي فاريس راه مرض كسائر الامراض وراه عندهم المضاعفات ومن بين المضاعفات والمضاعفات المهمه والخطيره هي هاد الدم اللي كيبدا يتجمد في لي فاريس ولكن اللي مهم اللي مهم طبيعه الحال هو ان كنعالجوا هاد لا فليبيت في لي فاريس ولكن اللي اهم هو ان نداويو السبب والسبب هو لي فاريس على قبل الا بقينا كنداويو غير هذاك الدم اللي تجمد كنتيجه راه حنا ما كنقضيو حتى شي حاجه اون فوا غادي نحبسوا الدواء غادي عاوتاني يتجمد وداك الشيء عاوتاني يرجع بواحد الصفه اكثر من داك الشيء الاول وغادي نبقاو
هكذا، وما يمكنش الواحد يبقى ياخذ الادويه طول حياته، لان الادويه اللي كيخفوا الدم راه هي ادويه عندها مضاعفات، وادويه كتبغي المراقبه، وادويه صعبه، وما كاين حتى شي حاله في الحالات اللي تيمكننا ناخذ هذه الادويه بواحد الصفه طويله بزاف او سنوات طويله، لان هذه الحالات شفناها كثير. شحال من واحد عنده دار فليبيت على ليفاريس اللي هي كتعتبر من احدى المضاعفات، وتيبقاو ياخذوا الدواء اللي كيجري الدم سنوات وسنوات، وخا هذاك الدواء في حد ذاته ما غاديش يبقى ينفع من بعد واحد المده قصيره اللي كتفوت غير 6 ديال الاسابيع ما كتبقاش تعطي واحد النتيجه، كيبقاو ياخذوا باش ما يعاودش يرجع لهم تخثر الدم او الدم كيتجمد. فبالاحرى الحاجه اللي معقوله ان خصنا نداويو هاد لي فاريس باي صفه كانت باش ما يعاودش يتخثر لينا الدم. الحاله الثانيه وهي الدم ملي كيتجمد في العروق الاصليين، صديق في الدوره الدمويه الاساسيه والمهمه، وهاد الحاله هذه كتكون عندها يعني المصدر ديالها متعدد، هي ما عندها حتى شي علاقه مع لي فاريس، ولكن ليتيولوجي يعني ان المسائل اللي كتسبب فتخثر الدم هي كثيره ومتعدده، وهي كتنقسم الى شطرين. يعني حتى الاسباب ديال ظهور هذا يعني هذا المشكل اللي هو التهاب الوريدي يعني حتى هو عنده اسباب متعدده، الا كان في الشرايين الاصليين الداخليين ماشي في لي فاريس بوحدهم، وتكلمنا عليهم وعاود نرجعوا لهم لان مساله مهمه. ودابا العروق الداخليين هادو تيكون عندهم اسباب، واسباب كاين الاسباب اللي كتكون باينه ومعروفه، مثلا شي واحد خضع لشي عمليه جراحيه وبقى طارح الفراش بلا ما ياخذ الادويه اللي كتجري الدم، هذاك هو معرض لهاد الجلطه او هاد الورم او هاد المشكل ديال تخثر الدم. اي عمليه كانت وبقى طارح الفراش، اي مرض كان وبقى طارح الفراش، مثلا شحال من واحد تجي السياتيك ولان تيضرو مثلا الرجل ديالو ما تيقدرش يتحرك وكيبقى ناعس 4 ايام 5 ايام بلا ما يتحرك بلا حتى شي حاجه، فهو معرض لهاد التخثر ديال الدم. شي واحد مثلا تهرس ودار البلاتر مثلا وما خداش الادويه الملائمه ولا ما تحركش، لا فام بعد ما كتولد مثلا بسيزاريان ما دارتش هذوك الشوكات ديال الكرش اللي كيجريو الدم، راه حتى هي تقدر تكون معرضه لهاد لافليبيت. اي شيء كيمكن الواحد ما كيتحركش، مثلا شي واحد مشى في السياره ديالو واحد 5 ولا 6 ساعات بلا ما يتوقف مثلا، او في الطائره او في القطار بلا ما يتحرك واحد الساعات طوال، فهو تقدر يكون معرض لهذه المسائل. والشطر الثاني اللي تيقول لك الواحد جاته مثلا فليبيت ولكن ما خضع للعمليه، لا نعس بزاف، لا كان واحد السفر طويل، لا حتى شي حاجه، وكيكون عندهم مثلا فليبيت في هذه في الارجل، فهاد المساله هذه مهمه بزاف. علاش؟ لان دائما خصنا نقلبوا على السبب في الفليبيت او في هذا المشكل ديال الدم اللي كتخطر، المساله المهمه معلوم خصنا نداويه، وهذه حاجه طبيعيه ومفروغ منها، لان الا ما داويناش المشكل تقدر يعطي انسداد رئوي ويعطي لهم بولي بولمونير، وهي مساله خطيره وخطيره جدا الله يحفظ، اللي تقدر تؤدي حتى الممات. فالعلاج هو مهم، ولكن اللي مهم حتى هو وبزاف بزاف بزاف هو نقلبوا على السبب. والاسباب على راسها امراض سرطانيه، شحال من واحد لقينا عنده الفليبيت ومن بعد ما تعمقنا في التشخيص كنلقاو عنده ورم او مرض سرطان في الوالده او في المسالك البوليه وفي البروستات عند الرجل. فاليوم ما خصناش نكتفيو ان نداويو غير لافليبيت، خصنا نقلبوا على السبب
حيت ملي كنفهموا الاسباب يعني كنمشيو للعلاج، كنقدروا اننا نوصلوا للعلاج ونديروا استشاره طبيه. الا سمحتي دكتور، حنا كنتكلموا على الفليبيد، الالتهاب الوريدي، يعني شنو هي الاعراض ديالو اللي مثلا الاشخاص اللي ربما يشوفوا حاجه من هذه الاعراض يعني يردوا البال ويمشيوا يتوجهوا عند طبيب اختصاصي؟ بطبيعه الحال كما فرقنا ان كاين جوج اشكال ديال الفليبيد. الفليبيد اللي كتجي على لي فاريس واللي قلنا هي من بين المضاعفات، وكاين الفاريس اللي كتجي في الدوره الدمويه الاساسيه اللي هي بروفوند. دونك هاد الفليبيت سوبرفيسيال او بارافليبيت اللي كتسمى مرارا، كتكون دابا شي واحد عنده لافاريس وكتبان ليه ان داك لافاريس قصاحت وفي قلبه بحال اللي كتكور، بحال شي حموصه ولا شي عدسه في قلبه، وكتحمار وكتقصاح وكتضر، صادي غير في اللمس ما كيقدروش يبداو يقيسوها. دونك شي واحد اللي عنده لي فاريس وشاف ان كاين تغيير في هاد لي فاريس، قصاحت حمارت سخنات ما تيقدرش يقيسها، فهذا يعرف ان الدم تجمد في هذيك لي فاريس ويشوف اسرع طبيب قدامه، لان هي حاله استعجاليه، لان هذاك الفليبيت راه تقدر تعطيه انسداد رئوي وتعطيه لومبولي بلمونير، راه ما يقولش لا واقيلا غير نعست عليها، واقيلا غير ضربتها، واقيلا واقيلا، ويغفل عليها. كيف يلاحظ ان تغيير في هذيك الشكل ديال لافاريس ديالو، خصو يشوف الطبيب اللي قريب حداه، الا كان ممكن الاختصاصي مزيان، ما كانش ممكن واخا حتى الطب العام، باش على الاقل يعطيه الدواء في هذيك الساعه. وكاين الاعراض اللي كتكون متعلقه بالفليبيت بروفوند، وهاد الاعراض كتكون مختلفه على حسب الحجم ديال هذيك الفليبيت، وعلى حسب التفاعل ديال الانفلاماسيون ديالها، وعلى حسب فين جات. كاين بعض النوبات ما تيكونوش شي اعراض مهمين، شي وحده كتحس غير برجليها ثقيله عليها، لي كرامب، لي فورميمون، ماشي شي حاجه كثيره بزاف، ومع ذلك تقدر تكون لافليبيت. وكاين بعض النوبات اللي كتكون كثيره، كتحس ان رجليها كتنفخ عليها، كتحرقها، كتضرها، ما كتقدرش تمشي عليها، كتنفخ، كتحمار، والالم بطبيعه الحال. فشي واحد مثلا اللي خضع لاي عمليه جراحيه، شي واحد اللي العفو اللي نعس كان طريح الفراش باي سبب كان، وقعت لي هاد الحاله، حس ان رجلي نفخات او حمارت او كتضرو، فخصو استشاره. يعني فعلا كيف ما قالت الدكتوره، غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا نواصلوا موضوعنا حول التهاب الوريدي واستقبال مكالماتكم الهاتفيه. ورجعنا لكم مستمعينا، دائما رفقه الدكتوره امنيه بن كيران، طبيبه متخصصه في علاج امراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريديه، اليوم كنتكلموا على الالتهاب الوريدي لافليبيد، وغادي نكملوا دائما حول هذا الموضوع. عرفتي لنا يعني مفهوم طبي الالتهاب الوريدي، الاسباب ديالو، الانواع ديالو، لانه كاين فيه جوج الانواع كيف ما يعني ذكرتي دكتوره. نبغيو نزيدوا نوضحوا للمستمعين اليوم كيفاش كيأثر هذا الالتهاب الوريدي على الدوالي بالتحديد، على لي فاريس. على لي فاريس اللي خصنا نعرفوا هو ان الواحد ملي كيجي هذا الالتهاب الوريدي على لي فاريس، هذا كيعني ان لي فاريس خدا واحد الشوط طويل، حيت ماشي غير داك لي فاركوزيتي هما اللي كيجيهم هاد الفليبيت، لا، حنا كنهضروا على داك لي فاريس اللي كبار وباينين ومرات بزاف، وهما اللي كيجي فيهم الالتهاب الوريدي، واللي قلنا الاعراض ديالو خاص الواحد يديها فيهم وينتبه لهم. الواحد اللي عنده هاد لي فاريس وقصاح وحمار وداكشي، يعرف ان راه الدم تجمد له في هاد لي فاريس، ويخصو يشوف الطبيب استعجالي، واستعجالي بزاف، لانها هي حاله خطيره. حاجه واحده اخرى اللي بغيت نذكر بها وراها مهمه بزاف، هي خصنا نعالجوا السبب، والسبب هو داك لي فاريس او الدوالي، حيت الا ما عالجناهمش ملي غادي نحبسوا الدواء راه عاوتاني غادي يرجعوا كثر وكثر وكثر. فلا فائده بان الواحد يبقى ياخذ الادويه ويخلي العلاج ديال السبب. فداكشي علاش خصنا دائما نعالجوا لي فاريس اللي هما كانوا السبب ديال لافليبيت، وما نعالجوش غير لافليبيت اللي هي كنتيجه
فقط. وشحال من واحد كنشوفو تياخد هاد الأدوية اللي كتجري الدم واحد سنوات عديدة لأن عنده ليفاريس باش ما تجيش لا 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 فليبيت. وهذا وهذا خطأ كبير، خطأ طبي كبير. ما خصناش ناخدو الأدوية بلا ما يكون هاد المشكل ديال لا فليبيت، لأن هاد الأدوية هي خطيرة وعندها مضاعفات وكيخصها تخاد بانتظام وتيخصها تخاد بواحد المراقبة. فهو الدواء صعيب وما خصناش ناخدوه غير هكاك وغير سنوات. كاين بزاف الناس كيبقاو ياخذوا غير داك الدواء وما كيعاودوش يرجعوا عند الطبيب ديالهم، باش هذا هو الحاله اللي كتوقع بزاف، ما كيرجعوش يحسبهم ان داك الدواء راه كيف والو، يبقاو ياخذوا واحد المده طويله. حتى الطبيب كيعطي في مده معينه في اغلبيه الاحيان الناس اللي ما كيرجعوش وتحسبهم ان داك الدواء خصو. هذا الدواء قليل، حالات قليله 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 بزاف اللي كيبقاو ياخذوها مده طويله، غير الا كان عندهم مثلا مشكل ديال القلب هذاك ما كنذكروش عليه. كاين الناس اللي خصهم ياخذوا هاد الدواء اللي كيجري الدم طول حياتهم لان تيكون عندهم تروب دو ريتم ولا شي حاجه، وهذا الطبيب القلب اللي كيقرو اما من ناحيه لا فليبيت من ناحيه ديال لا فليبيت. هو الدواء كيتخاد واحد المدة محدودة وقليلة على حسب الجلطة واش كاينة في ليفاريس ولا كاينة في الدورة الدموية الأساسية. اللي كانت في الدورة الدموية الأساسية ما كتعداش واحد 6 شهور، وكنقطعوا هذاك الدواء على حسب النتيجة، وبالأخص كنعالجوا الأسباب. واخا غادي ناخدو أول مكالمة معنا. أمينة من سلا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اختي سناء لاباس عليك. الله يبارك فيك. مرحبا امينه. تبارك الله فيك على المجهودات اللي كتقومي بها. الله يعطيك الخير. بارك الله فيك. تحببينا في هذه الاذاعه. الحمد لله. عطيتك جميع المسائل اللي كتخص المستمع. هذا واجب. مرحبا بك امينه. بارك مرحبا تفضل. اختي بغيت نتواصل مع الدكتوره. الامنيه. تفضلي لالا. السلام عليكم دكتورة. لاباس عليك. الحمد لله. الله يبارك بارك الله فيك. الله يجازك بخير اللي كتهتمي بصحة المستمع. هذا واجب لالا. تفضلي شنو السؤال ديالك؟ السؤال ديالي انا عندي ليفاريس، عندي ليفاريس ولكن رقاق، يعني حتى تنجبد بحال قلتي نجبد الجلد ديال رجلي عاد كيبانوا لي. عاد كيبانوا لك دونك شي حاجة خفيفة. حمرين حمرين، ولكن عندي مشكل ان بالليل ملي كنعس يعني كيتقالوا لي رجلي، وكنحس بشي حاجه طالعه ليا من رجلي، يعني رجلي بجوجهم قد كيطلع داك الشيء حتى للركبه. هذه مده عام ودوزت، يعني مشيت للطبيب ديال الروماتيزم، مشيت للطبيب ديال الطب الباطني، يقولوا لي راه عندك علاقه بالظهر، وانا ديجا عندي إلسان. ولكن هذه مده ديال 4 شهور، يعني كنت كناخذ الدواء خلال ديك المده ما كيوقع لي تنرتاح، مي ملي كنسالي الدواء كيرجع لي المشكل نفسه. هذه مده ديال 4 شهور دكتوره، ولا داكشي كيطلع ليا كيحبس لي في ما بقاش كيحبس لي في الركبه، ولا كيحبس لي في الوالده، يعني كيغير لي الوالده حتى قلبي كيضرني. عرفت واش عنده علاقه بالالتهاب الوريدي؟ واش خصني ندير تحاليل ديال تخثر الدم دكتوره؟ كان على حسب على حسب ما حكيتي ليا ان هاد لي فاريس عندك غير صغار وتا كتجبد الجلده ديالك عاد تيبان لك، ما كنظنش لالا واش يكون عندهم شي علاقه بهاد الاعراض اللي كتقولي. انا كنظن ان انت عندك مشكل ديال الظهر، وبالاخص ان عندك قلتي مشكل ديال العظم L5 ماشي في بلاصتو. انا كنظن هاد المشكل ديال الظهر خصك تهتمي به، لان غادي يبقى يتكاثر، غادي تشوفي الطبيب ديالك اللي غادي يعطيك واما الترويض والادويه وهادشي كيبغي تتبيع. هاد الاعراض ما عندهمش لالا علاقه مع لي فاريس او تخثر الدم او لا فليبيت. احيانا حتى دوك المشاكل ديال الظهر كيعطيو حتى مشاكل في الرحم ولا مثلا الام، يعني طبيعة الحال هذه غادي يكون 100% عندها مشكل ديال الظهر، فخصها تتبع النوغولوج. النوغولوج سمعتي؟ لانه هو اللي غادي يقدر يعطيها السكانير والادويه والترويض. هو الاول تمشي عنده باش غادي يقدر يشوف هاد المشاكل. وما تخافش من ناحيه لي فاريس، ما كنظنش لالا واش انت عندك هذا المشكل من هذا القبيل. واخا معنا مكالمة أخرى. معنا خديجة من الدربدة. ألو
الو خديجة. الو مازال معنا خديجة؟ الو واخا ريتما ان ناخذ خديجة. بالنسبة للالتهاب الوريدي كيفاش تيكون التشخيص؟ يعني واش كطلبوا في الاول تحاليل فحوصات ولا حتى كديروا التشخيص كتقلبوا؟ لا غير التشخيص. التشخيص هو اللي كيبين كل شيء. الادويه اللي كنراقبوها بالتحليل التحاليل وبالفحوصات. التحاليل والفحوصات يعني بالنسبه للعلاج، يعني التشخيص يكون عادي، وبالنسبه للعلاج ملي مثلا كيكونوا ادويه، كيكون نصائح، كيكون تتبع طبي، مراقبه ديال الادويه مستمره بالتحليلات. فوقاش كنوصلوا مثلا الجراحه ولا مثلا في الحالات ديال الالتهاب الوريدي ملي تيكون استاذ وشي واحد جاتو الفليبيت على لي فاريس، يعني ان لي فاريس راهم بواحد الحاله متقدمه. ملي كنديروا التشخيص ديالهم كيتبين لنا واش يمكننا نعالجهم بالسكليروز وبالخصوص داك بالسكليروز اوموس ولا لازير اندوفينو ولا في اخر المطاف الجراحه، ماشي ولا بدا الجراحه باش الواحد ما يبقاش دائما كيتخلع. ولكن الا بقى الواحد كيتعطل بزاف راه طبيعه الحال في المضاعفات كتكثر بزاف، راه بطبيعه الحال في اخر المطاف كنقترحوا الجراحه لان كتكون هي الحل الوحيد. اما ملي يكون مثلا تشخيص يعني في الوقت المناسب والشخص يعني متبع الادويه ديالو، متبع الطبيب بشكل مستمر، كاين تتبع طبي وكاين ادويه كياخذها، ملي كتسالي وكيرجع يكمل التريتمون كيرجع مثلا يشوف الطبيب شنو هما الدواء اللي غينقص لي اولا شنو هما الحويجات اللي غادي يزيدوا مع النصائح، فاكيد على انه كيكون العلاج طبيعه الالتهاب الوريدي وما غاديش يوصلوا يعني للجراحه ولا المضاعفات في المرض. طبيعه الحال طبيعه الحال كل حاجه خصها تتخذ في الاول ديالها. فعلا كيف ما ذكرتي وللاسف يعني كنلاحظها مع يعني دور الاطباء اللي تيكونوا حاضرين معنا دائما جوج الامور، وكنا تكلمنا على شحال مره هو داك الملف الطبي اللي ما تيحافظوش عليه يعني المرضى، على اساس انهم كل طبيب كيضطروا انه يعاود لهم الاول انه ما تيتبعش يعني الملف ديالو، فكيفرطوا في دوك الوراق مثلا او في دوك التحاليل الفحوصات وغيره، كيعطيوهم الميتيال وما كيديروش مثلا فوتوكوبي. خاص الناس تفكر ان دائما قبل ما تعطي الدوسي للميتيال يديروا فوتوكوبي ويخليو عندهم، وفين ما مشاو للطبيب يجيبوا التحليلات ديالهم، يجيبوا لي راديو ديالهم، يجيبوا الادويه اللي كياخذوا وخا يكتبوهم ولا اللي كان، حيت باش الطبيب يعرف على اي اساس يمشي، يعرف هذاك المريض شمن دواء خذا شمن، باش ما يبقاش يدور غير في واحد الحلقه وكيضيع الوقت. والخطا الثاني اللي نتمنى انه يعني درجه الوعي ترتفع ويفهموا الناس، على اساس انه الطبيب ملي كيعطي مثلا هذه الادويه كيوصف هذه الادويه للمريض وكيقول يرجع عندي مثلا الشهر الجاي، ما يمكنش الواحد ما يرجعش للطبيب ويبقى متبع هذاك الدواء كيف ما قلت دكتوره، يعني ممكن انه ياخذوا لسنوات طويله. سنوات كاين اللي كيس انا راح سنين 10 سنين في الاول في المره الاولى خرجوا لي الحال، راه حتى هذاك الادويه بدون استشاره طبيه يعني حتى هما كيعطيو واحد المضاعفات، كيكون واحد خايف من شي حاجه بسيطه عنده حتى كيولي في دوك المضاعفات نتيجه هذوك الادويه يعني اللي هي كيماويه مصنعه كتدخل الذات. طبيعه الحال وكاين الدواء اللي خصو يتقطع وكاين الدواء اللي خصو المراقبه، ما كاين حتى شي دواء ما عندوش المضاعفات هذه ما كاينه. داكشي علاش دائما خصنا نتبعوا النصائح ديال الطبيب فوق ما يقول لنا قطعوا نقطعوا، وحاجه واحده اخرى عاوتاني ما نقطعوش الدواء غير من راسنا، خاص عاوتاني كاين شحال من واحد تيكون مثلا تياخذ الادويه ولا دار ليا هذه لا سير عند الطبيب وغادي يبدلوا لك ولا يحبسوا لك، وديك الساعه غادي تكون فعلا بعد استشاره ترجع عند الطبيب ديالها، وديك الساعه تقول ليه راه حسيت على انه مثلا كيدير لي السخفه اولا كيدير لي العياء اولا كيضرني في المعده اولا، وهو مثلا كيحاول انه يلقى شي بديل ديال هذاك الدواء اولا ينقص ليها واحد الحبه اولا جوج. فالواحد من الاحسن انه لانه تبارك الله يعني انتم ذوي الاختصاص، فالواحد يمشي يستشر ذوي الاختصاص باش ما نوصلوش، لانه دائما حنا كنبغيو نتكلموا على الامراض ولكن قبل كنبغيو نتكلموا على الوقايه خير من العلاج. بطبيعه الحال يعني ما نستناوش حتى نوصلوا للمضاعفات اللي كتادي يعني لحياه الشخص اولا المضاعفات اللي هي خطيره كيف ما كنتكلموا عليها عاد نبقاو نلوموا في نفسنا. فنتمنى انكم يعني توعوا بهذه الامور اللي دائما يعني كيلاحظوها الاطباء. غادي ناخذ نعيمه من فاس. الو وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس لاله بخير. الله يبارك فيك نعيمه، مرحبا. شكرا على هذا البرنامج، كنشكركم بزاف. مرحبا لاله، كنستافدوا منه بزاف. الحمد لله، بارك الله فيك بالخير. يا ربي امين حنا وانتم. كديروا من مجهودات. مرحبا. شكرا. تفضلي لاله نعيمه، مرحبا. شكرا. شنو التساؤل ديالك؟ اييه الله يعطيك صحيحتك، غير عندي لي فاريس شويه ماشي كيبانوا،
ولكن الا سرحت بحال هكا غير كنجلس الفخاد كيبان فيهم من القدام كيبان فيهم العروق بزاف اييه وفي الليل ملي كنعز زعما كيضروني رجلي بزاف واش منهم زعما وهما اللي واش هما اللي كيعطيوني ديك الالم ملي كنبغي الناس ما كنقدرش الناس مو دا بزاف عاد عاد كنعس شنو كيسخنوا عليك لاله نعيمه كيسخنوا عليك رجليك وبالخصوص كيضروا كي بقيتي واقفه في النار بزاف الله يرحم الوالدين هادي من بين والو هما كيضروني هادي من بين الاعراض ديال هاد الدوالي يقدر يكونوا عندك داخليين ما خسرتي والو دير استشاره طبيه قالوا لك راه عندك لي مشيت عند الدكتوره الطب الباطني قالت لي عادي عندك عاديين لي فاغيس كيبانوا عند كل شيء قلت لها انا كيضروني كيعطيوني الحريق بغيت نعرف علاش قالت لي هي عاديين وانا ما فهمتش ما عرفتش كيفاش واش نمشي نعاود طب باطين اخر ولا والمساله اللي ماشي عاديه هي انك تبقى بهذا الالم هكا حيت الالم يعني ان كاين شي حاجه واش عندك لي فاغيس داخليين واش عندك مشكل ديال الظهر ديالك بحال السيده اللي تكلمت معنا قبل واش كاين شي حاجه في الوالده مثلا كاين بزاف د الحوايج دونك الدكتوره قالت لي ما عندك حتى حاجه زعما الوالده مزيانه لا مزيان الا قلبتي حنايا كاين بزاف ديال المسائل وحنايا كنطرقوا لهاد جميع المسائل بحال هكا يعني ملي كيعطيها الحريق اولا كيسخنوا عليها يعني رجليها على حساب لي فاغيس يعني ضروري تمشي عند اختصاصي يعني ضروري تمشي عند اختصاصي بما انه هي مشات عند الجينيكو يعني اختصاصي في امراض النساء والتوليد الحمد لله ما لقات حتى شي مشكل فتمشي عند اختصاصي يعني في لي فاغيس في الشرايين وفي الدوالي غادي ناخذوا عائشه من اكادير وعليكم السلام ورحمه الله عائشه مرحبا كنشكرك اختي سناء على المجهودات الله يبارك فيك مرحبا عائشه انا عافاك اختي بغيت نسول الدكتور كبير هذه مشكل تولي عندي بزاف تبان لي رقاق بزاف ولكن فيهم حمرين وفيهم زرقين ترجلي بزاف ومؤخرا رجلي ما تنقدرش نعس بزاف هذه حاجه اولا لما نعس على ظهري ما كنقدرش نتنفس فنحس برجلي تقال بزاف عليا وحتى من اليدين مشكل حتى في اليدين ما كنقدرش نعس على جنابي ولا ما كنقدر مؤخرا نتنعس على كل شيء صراحة ان عندك لي فاغيس قلتي غير قلال وما باينينش بزاف وداك الشيء يقدر يكون ماشي منهم ولكن يقدر يكون مشكل ديال الظهر كما قلنا سابقا ولكن الا مشيتي عند اختصاصي غادي يقدر يرشدك يقول لك هذه المشكله واش عندها علاقه بلي فاغيس حيت بعد النوبات ما تنساش ان هاد لي فاغيس يقدر يكونوا داخليين وما تيبانوش حتى من الوقت كنوقف بزاف كنحس بالحرق ملي كنكون واقف في الكوزينه ولا شي حاجه اللي كطولي في الوقوف ودرتي ومشيتي عند شي طبيب درتي شي حاجه ولا غير مازال ما درتي والو لا مازال ما درت والو وحتى المشكل ديال العاده الشهريه ما كتجينيش منظمه زعما واش ما يكونش فيها مشكل هذا يقدر يكون مشكل اللي كيعطيك هذا الالم في الرجلين وراه تي في سناء كتستدعي طبيب جينيكو راه تيقدر يواجب على هاد الاسئله بحال هكا مي على الاقل على الاقل سيري لالا شوفي الجينيراليست الطب العام اللي قدامك واستشري معاه بعدا دير واحد البدايه مشيتي للطب العام مازال الطب العام هذه المده وعملت مجموعه ديال التحاليل ولكن التحاليل قالوا لي ما عندكم حتى شي دونك مشيتي عند جينيراليست ودرتي التحاليل اي درت التحاليل وشنو لقيتي التحاليل قالوا لي ما عندكم حتى شي مشكل لا من غير التحاليل ظهرك ما فيه حتى شي حاجه ما عندكش مشكل ديال الظهر لالا كيضرك لا المشكل ديال الظهر ما عنديش مشكل في الظهر انا ما عنديش حتى شي اله في الظهر وانما في الرجلين وفي اليدين ايوا من الاحسن تشوف هاد ديال لي فاغيس تشوف واش ماشي منهم لانه كاين بزاف ديال الامراض اللي عندهم اعراض متشابهه عندهم نفس الاعراض ولا الواحد في التليفون ما يمكنش يعرف خاص يقلب ويشوف عاد يمكن له يتبين له شنو كاين واخا فعائشه يعني من اكادير هنا مشات عند الطب العام والحمد لله دارت فحوصات قلبها يعني ما لقى فيها حتى شي حاجه يعني ظاهريا ولكن من الاحسن تمشي
يعني التخصص تمشي تبدا بليفاريس بما انهم اللي كيدروها، فديك الساعه يعني الا كانت شي حاجه عندها علاقه بامراض النساء والتوليد راه يعني الدكاتره يعني كيوجهوا بعضياتهم باش يعرفوا فين كاين اصل المشكل. طبيعه الحال طبيعه الحال. معنا ملكه من اكادير دائما. الو الو وعليكم السلام ورحمه الله. ملكه مرحبا. كي دايره اختي سنه؟ كي دايره؟ الله يبارك فيك الحمد لله. الله يحفظك. بارك الله فيك. اختي عندي لي فاريز باينين العريق ترقاق وبين الخفض والركبه هكا في اللور كاينين دوك الزرق. اييه اللون ديالهم زرق. اييه. وتيضروك ولا؟ لا حتى مؤخرا كنديرها كلاصل وكيضروني ما عرفتش واش. مؤخرا عاد ولاو كيعطيوك شويه الحريق. اييه ما عرفت واش منهم. مشيت للدكتور عام صيفطتني عند الدكتور ديال العروقه. يلا نمشي عنده غدا ان شاء الله. ايوا مزيان هذه مبادره طيبه. ولكن يعني في اكادير ما عندناش ما عرفتش واش عندنا اختصاصي ولا هكا. صيفطتني في بيطار ديال المخزن اللي كان اييه. ايوا الا صيفطتك الا هي عرفت عن من زعما غادي تكون عارفه ان كاين تخصص. دونك فهذه مبادره طيبه وتبعي الكلام ويدير الله خير. اييه. وديك الساعه من بعد ملي تمشي عند الطبيب عاودي رجعي تواصلي معنا وحاولي انك تستشري مع الدكتوره امنيه بن كيران مباشره. فمرحبا بك ملكه وكل المستمعات والمستمعين الاوفياء. ويمكن لا تصيفط لي على المواقع الاجتماعيه رانا كنواجب على جميع الاسئله. لا تبارك الله عليك. احنا ما عندناش مشكل اي واحد يمكن له نعطيوه استشاره طبيه ما كاين حتى مشكل على المواقع الاجتماعيه. واخا الا سمحتي دكتوره وحنا كنتكلموا اليوم على الالتهاب الوريدي هو في جوج الانواع، فعلى العموم شنو النصائح الطبيه اللي ممكن انك تقدميها بخصوص هذا المرض؟ اول حاجه الواحد ما يغفلش على لي فاريس ديالهم ويخليه حتى كيوصل للمضاعفات ومنهم هاد الالتهاب الوريدي او لا فليبيت. لان شي واحد ما داواش لي فاريس ديالو، انا كنهضر على لي فاريس اللي كبار وباينين ما كنهضرش على لي فاركوزيتي الصغورين. فحتما ان غادي يعطيو مضاعفات. الا ما كانش الفليبيت غيكون قرحه الارجل، غيكون نزيف، غيكون بزاف ديال الحوايج. وحنا شحال من نوبه كنتاسفوا ان كان يمكننا نتفاداو هاد المشاكل لو خدينا الاحتياطات الكافيه. بحيث غير الاسبوع اللي فات وحده جايه غير عطله من امريكا وكانت غادي تاخذ الطياره لغدا مثلا ووقع لها نازف كثير في هذوك لي فاريس واضطرت انها تبقى ومشى لها البيي وولدها غادي يدخل المدرسه. المهم مشاكل كثير 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 وقعت لها بسبب هاد لي فاريس. او كان داواتهم قبل كان يدوز العطله ديالها مزيان وما تضيعش وما يكونش عندها هاد المشاكل كلها. فما خصناش نبقاو نغفلوا، هادي هي المهم. ولو وقع المشكل حتى هو ما نبقاوش نغفلوا. حتى الا حسيت ان داك لي فاريس ديالي راه ماشي هما وقصاح وحمار وتنفخوا الى اخره، نشوف الطبيب اورجون اورجون اورجون. شي واحد مثلا كما قلنا خضع العمليه جراحيه ولا بقى ناعس بزاف ولا جلس بزاف ولا سافر طويل وحس ان رجليه تنفخت له ولا وقع له شي مشكل، حتى هو من الاحسن تكون استشاره طبيه. فالمهم هو الواحد ما يغفلش ما يغفلش، هذه هي النصيحه المهمه. واخا دكتوره ما يبقاش يتخوف، حتى داك الخوف هو اللي كيجعلو انك يوصل لهاد المضاعفات. معنا اخر مكالمه فاطمه من الرشيديه. الو فاطمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. الله يجازيك بخير. الله يبارك فيك. تنقصي من الراديو شويه فاطمه باش نسمعوك مزيان ونسمعوا السؤال ديالك. شكرا. الله يجازيك بخير. مرحبا فاطمه ومرحبا باوفياء انا بالرشيديه. تفضلي. يجازيك بخير. نتكلم معك الله يجازيك بخير. تكون طالعه في الطروس. الركبي عندي تيديرو بحال اللي تيقرصوني من جهه الركبه. اييه في الركبه. ايوا هذا غادي يكون مشكل ديال الركبه الا لا ما عنده علاقه بلي فاريس. حيت لي فاريس ما كيقصحوش ملي كتكون طالعه في الدروج او في المشي او شي حاجه. هذاك تيكون مشكل ديال المفاصل العظم. دونك انت خصك تمشي عند الطبيب ديال العظم ولا الطبيب ديال الروماتيزم. واخا ديري استشاره طبيه عند اختصاصي في امراض المفاصل والعظام
وتشوفي يعني فين كاين المشكل. يعني فعلا كيف ما اكدتي لانه ملي كيكون واحد طالع في الدروج ولا هابط يعني جيت ركبه دوك الالم ديال العظام غادي يكون مشكل ديال العظام ماشي مشكل ديال لا لي فاريس ما كيضروش ني في المشي ني في الطلوع ديال الدروج. علاش كاين بعض الحالات مثلا ديال الاشخاص اللي عندهم مثلا لي فاريس بشكل متطور يعني باينين مثلا اولا كيعطيهم حريق وهذا احيانا بعض الاطباء اللي تيمنعوا مثلا على داك الشخص اللي عنده مشكل ديال لي فاريس انه ما يتمشاش مده طويله وفي نفس الوقت انه ما يطلعش بزاف يعني الدروج. لا هذا خطا. لي فاريس ما كيمنعوش ان الواحد يدير الرياضه ويتمشى وما بالعكس تيبغيو الحركه وما تيبغيو الحركه. تبارك الله عليك الدكتوره امنيه بن كيران، شكرا لك بزاف على كل هاد النصائح والمعلومات الطبيه اللي قدمتي لنا اليوم في موضوعنا حول التهاب الوريدي. الدكتوره امنيه بن كيران طبيبه متخصصه في علاج امراض الشرايين الدولي والدوالي الوريديه. شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعه والاستماع البرنامج الملتي. لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج وسميحه عشوبي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.